السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي الديزاين. اليوم الحصة تاعنا في حضور وليد صادي موتيبي يناقش مع الاتحاد شمال افريقيا تنظيم بطولة وتطوير كرة القدم. وهذا المشروع اللي حطوا اول مشروع حطوا وليد صادي وتلقى يعني مساندة كبيرة في هذا المشروع اللي داره استحسان يعني تطوير كرة القدم. وين شاهدنا موتيبي يعني وين يناقش مع الاتحاد الشمال افريقيا لتنظيم بطولة وتطوير الكرة، وهو يعني بحضور جمال علام يعني ونقولوا باللي وين عقد الاتحاد الافريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتيبي يوم الاثنين اجتماع مع الاتحاد الشمال افريقي لمناقشة بعض الامور بشأن تنظيم البطولات. هنايا وين زاتشي 2019 2020 كوب كاس الافريقيا المحليين داروها في المالي 2020 ميحلو كلش 2020 واه زاتشي فيتو لا يروح يستلم الدرافو تاع باش ينظم مزيه السفير كان فماك في المالي راح استلم الدرافو تاع كاس افريقيا تاع الشاد. زاتشي وين راح لقطر ينيغوسي على روحو مع لونترينير باش يشوف له باش يزيد يقعد. واه لا اكتو الناس يخدم زاتشي شعل غاب من الخطره. وروا لي زاتشي اجتماعات تاعو مع الاتحاد الافريقي ابار خطره ولا زوج ويروحوا يعمروا لواحد التصاوير وما يكون انفرتينو ولا ما كانش انفرتينو ما يروحوش. تعقلوا عليها اللي خرجت قناه النهار زاتشي يعني استقال مع شكون مصري واستقال مغربي واستقال تونسي. زاتشي داروا له فوت وما ربحش تاع شمال افريقيا وحده شارك وحده وما ربحش. هذه نقولوها الكمال مهوي زاتشي تاع شمال افريقيا وحده حق ما داروا الفوت ضروك قعد هو النائب مشيها وقيلة 3 اشهر ولا حق ما خرج كمال فيسا تعقل عليها حاكم فيسا خرج وكماصا زاتشي نال اول مقعد في شمال افريقيا رئيس شمال افريقيا. تا خرجنا نكذبوا فيكم وطفيتوا الضوء قلنا لكم راكم تكذبوا. راخر استقال يعني هو كان الرابع استقلوا 3 قعد هو وبعد نظموا الفوت هو ما بغاش يترشح ولا ترشح وخسر وكاش اللي ربح تعاود داها التونسي داها الجاري وليد جاري هذاك داها واو لا ومن بعد جيتك تكذبوا عليها كذابين الله يعفو الدستور. جماعه ما تنساوش بارطاجو وتفعيل الجرس ما تنساوش. وين عقد الاتحاد الافريقي لكره القدم برئاسه باتريس موتيبي يوم الاثنين اجتماع مع الاتحاد الشمال افريقيا لمناقشه يعني بعض الامور بشان تنظيم البطولات. وحضر الاجتماع وليد صادي وجمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصرية ورئيس اتحاد شمال افريقيا وعن الاتحاد المغربي الحضور طارق نجم امين عام وحسين فيلالي مسؤول المالي. وجاء خلال الاجتماع الحديث عن انجازات الاتحاد في تنظيم بطولة ومناقشة الطرق تطوير كرة القدم الإفريقية، كما تطرق لاجتماع المناقشة صعوبات وعقوبات والتي تواجه اتحاد شمال إفريقيا وعرض يعني مقترحات للمرحلة القادمة. وشهد اجتماع يعني حضور هيئات يعني وعلى رأسهم وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري ونذير بوزنات وحضور يعني وحضر من الاتحاد التونسي كمال إديري رئيس الاتحاد ومن الاتحاد المصري ديان رفعي كما حضر امين العام للاتحاد شمال افريقيا محمود همامي. شو كيفاش لا سيتخدم لو تاكي توصل
راهو انت كي توصل وتقترح يعني انت يضرب تقترح يعني الاخر تاعك مشروع ويردوا في لسانهم ويجتمعوا عليه ويهضروا عليه ماشي سهل اخويا. والله يا ودي نقول لك صاحبي انا عشيت انا شو بير صادي ما غادي يدير والو راك تحضر باطل. ها صح 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 معليش 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 انا شو بير انا مانيش مغربي انا جزائري ونبغي صادي بصح حتى هي ما غادي يدير والو في لافريك. ها واش بغي نقول لك انا ضعوك سبحان الله. واش غادي تقول لاخويا ما تهدر له المهم الناس هي تخدم خويا هاي تشوف كيما قال الناس هي تخدم وشو كيفاش قاضي مليح هذا جزائري هذا اوروبا هذا يا كل شيء على ربي خويا أوه. المهم والناس هي تخدم خويا خلي الناس تخدم لا وصل له وصل ما وصلش نورمال يعني خلي الناس تخدم خويا خلي الناس تخدم خلي خلو الناس تخدم الى وصل له وصل ما وصلش نورمال عايشة سبحان الله يا هذه باش يكون في علمك خويا انا ماذا بينا يدي منصب ماشي غادي يدي منصب من ساي غادي ساي غادي اخر اخر لا يمشي فيا يخدم يتخدم هذه تخدم يدي ذي باش تخدم الجايه وهي رايحه كيما خويا هذه هي وهي تمشي يمشي شويه وتمشي ماشي قضيه تعليق اي صاي كي اي لا لا خويا لا ما تقلقوش ما تقلقوش الفرفره ما تخلوهاش تحمى بزاف حنا المهم غادي يربح
وراه يخدموها. ياه، اي بشويه اخوتي، اي بشويه، ما تقلقوش.